بقى هتقول ايه بقى؟ امنيه بعد اللي حصل من السوشيال ميديا ده والازمه اللي حصلت بينك وبين عريسك، تقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل بجد والله. انت امنيه، انت كنت مرتبه للموضوع ده؟ ولا مرتبه ولا اي حاجه، انا بس كنت ناويه اقول قدام الناس كلها ان انا بحبه كده، بس الكلام طلع مترتب كده. يعني انت اصلا ما كنتش الناس اللي بيقولوا اللي امنيه بتعمل للشو الاعلامي وبتعمل الكلام ده؟ يعني وجهي رساله. بص يا احمد، ما اقدرش اعيش من غيره والله والله، ما اقدرش اعيش من غير رجلي وسندي وظهري في الحياه، ربنا يخليه ليا اعظم انتصاراتي حرفيا. يعني امنيه، انت لما كنت متوقعه ان مصر كلها وتبقى انت تبقى ترند اصلا اللي حصل؟ ازاي ترند اول في مصر والفيديو يعدي مليون فيو؟ ما اعرفش ازاي حصلت. ما اعرفش انت اصلا كنت، يعني مين اللي صور الفيديو اصلا؟ يا صاحبتي ونشرته على صفحتك انت؟ لا انا اللي نشرته على الصفحه، هي خدته في الجروبات. فكره الناس مبسوطه بصاحبتها، مبسوطه بصاحبتها. التعليقات السخيفه اللي الناس كانت بتتكلم عليها وتقول اللي انت كنت شديده، وهو في الجواز يبقى هو انت اللي هتبقى الراجل. شديده ايه ده؟ مطلع عينك. مطلع عينك؟ والله مطلع عينك. امنيه، بقالك قد ايه مخطوبه؟ بقالي قد ايه؟ عارفه احمد، بقالنا سنه. بقالي قد ايه مخطوبه؟ 5 شهور. 5 شهور؟ ممكن 5 شهور بس. انت اصلا خريجه ايه؟ معايا معهد فني صناعي كليه تكنولوجيا كمبيوتر، ومعايا معهد تمريض خاص من الاس سي اي من الازهر. تمام.